ولكن لم تنتهي الكرة في شباك طلايع الجيش. طبال يلعب العرضية من يقابل بالرأس، تمشي كرة بلمسة. الكرة تعود من جديد لمصلحة من؟ لمصلحة فريق طلائع الجيش، أو عفوا لمصلحة الأهلي في الجانبي. دخول الفريق المصري لأرضية الميدان بشكل غريب والتهجم على حكم اللقاء. يبدو أننا سنشاهد كان هناك اعتراض على الطاقم التحكيمي في هذا اللقاء. يعني شفنا لاعبي في الفريق المصري اختلط الحابل بالنابل داخل أرضية الميدان. أعتقد أن هناك إصابة لحارس مرمى فريق طلائع الجيش. يبدو أن هناك تدخل الإسعاف. على كل تبقى منافسة شريفة، وسلامات لحارس مرمى طلائع الجيش. سلامات لأحمد شبانة. إذا ننتظر استئناف اللعب من جديد من أحداث هذا الشوط الثاني. سلامات لشبانه.